أهلا بكم من جديد. رفع سعادة الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للسيارات، رئيس لجنة الكاردينج الدولية، عضو المجلس العالمي لرياضة السيارات، رفع أجمل التهاني والتبريكات لمقام القيادة الحكيمة بمناسبة نجاح مهمة الوفود البحريني في تنظيم جائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا 1 بالعاصمة باكو، والذي أسدل الستار عليه مساء أمس على مضمار حلبة باكو سيتي في ثاني زيارة له لجمهورية أذربيجان. أبناء البحرين ينجحون مجددا في تنظيم وإدارة جائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا 1 بكل جدارة واقتدار وبأفضل صورة، مقدمين للعالم أجمع صورة مملكة البحرين الرائدة في مجال تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية العالمية الضخمة. بداية البحرين دعمت سباقنا، ففي السباق الأول كانت البحرين معنا، وللسنة الثانية هي معنا أيضا، فيما لا شك فيه أننا اكتسبنا المزيد من الخبرة مع الفريق البحريني المتمرس، وعند اعتقاد جازم أن السنة القادمة ستكون مثيرة أكثر. لقد حققنا الهدف الرئيسي حيث بدأ السياح بالتوافد إلى أذربيجان، ولقد بيعت تذاكر السباق كافة لنشهد سباقا رائعا جدا. شكرا للبحرين. روح القلب الواحد التي عمل بها الوفد البحريني مع الفريق الأذربيجاني كانت سر نجاح السباق منذ اليوم الأول، فالقائمون على السباق أعربوا عن سعادتهم الكبيرة لما قدمه شباب البحرين من جهود جبارة خلال فترة التدريب والتأهيل من خلال الزيارات التبادلية والمكوكية منذ أن تم اختيار البحرين للقيام بهذه المهمة. الحمد لله، طبعا أبارك للشباب البحرينيين على هذا التنظيم الرائع، كان من أصعب الريسات وكان من أمتع الريسات، وعلى تويتر حين يقولون إن من الريس نمبر 1 من حيث جمال الريس ومن حيث صعوبته ومن حيث المشاكل اللي كانت فيه والتحديات اللي كانت فيه، لكن ما شاء الله الشباب أثبتوا قدرتهم وأثبتوا إنهم قادرين إن يعني يتعدون أي الصعاب، ورفعوا اسم البحرين وايد عالي. فنشكر الجميع، وكل عام بخير حق كل المارشز وحق مملكة البحرين كاملة. في البداية أحب أهني القيادة الرشيدة على تنظيم أو نجاح تنظيم سباق أذربيجان، وأحب أهني إخواني المارشلز، والإضافة أحب أقول حق الكل عيدكم مبارك. طبعا إحنا يمكن عيادنا هني بعيد عن أهالينا وبعيد عن البحرين، ولكن إحنا هني مع إخواني المارشلز هاي عائلتي الثانية، فما حسينا بالفرق صراحة. طبعا احنا كفريق اللوجستي بدأت مهمتنا في أذربيجان أسبوع قبل وصول أول وفد، فكانت مهمتنا تأكد من مكان الإقامة، تأكد من معدات ومتطلبات المارشلز، وتأكد من توفر جميع المستلزمات للسباق. فوصلنا هنا كانت الحلبة مو موجودة، وأشرفنا على معظم الأشياء، والحمد لله الجماعة هني من السنة اللي فاتت طبعا كنا موجودين معهم، لكن السنة هذه كان دورنا شوي إشراف أكثر من أنه يكون يعني كمن ناحية العملية. السنة هذه مجرد إحنا إشراف ونشوف استشارات يعني إذا نقدمها لهم. وتوجت جهود مملكة البحرين مع انتهاء السباق وتحقيقه للنجاح المنشود والعلامة الكاملة بفضل السواعد البحرينية التي قدمت نموذجا رائعا للتطور والازدهار التي تعيشه المملكة في ظل ما تقدمه القيادة الرشيدة، حتى أصبحت البحرين اليوم تنافس أكبر دول العالم في العديد من المجالات، وكان أبرزها تنظيم سباق الفورمولا 1 بأذربيجان اليوم الذي سجله التاريخ بالبصمات البحرينية.